السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنتكلم على ازاي ناخد نحط السبورت في الفابريكيشن. طيب اول حاجة هعملها ان انا هعمل ايه، هعمل سيلكت العناصر تمام، واقول له تاب 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 لحد ما يعمل سيلكت على العناصر كلها، وبعد كده هقول له ديزاين تو فابريكيشن، فبيحول حاجات الديزاين دي لفابريكيشن. لو انا عندي اكتر من سيرفيس بيبدا يقول لي اختار بينهم تمام، هيبدأ يحولهم لي بالشكل دوت. طيب انا عايز هنا الفابريكيشن، فبروح للفيو وبروح قايل له يوزر انترفيس وبقول له انا عايز ام اي فابريكيشن بارتس. اوكي تمام. طيب لو انا ما عنديش هنا اي حاجه خالص كله فاضي، فبدخل هنا في سيتنج وابدا اختار اي حاجه تانية من الحاجات ديت، اقول له ريلود وابدا اختار نوع تاني مختلف او اضيف اي حاجه انا عايزها تمام. يعني ممكن اضيف مثلا نوع تاني كمان معايا. اوكي طيب باجي هنا في الجروب بلاقي هانجر، ابدا اختار الهانجر اللي انا عايزه وليكن مثلا دوت، وابدا هيبدا هو اوتوماتيك يلقط العنصر بتاعي هوت بالشكل دوت. اقدر اعمل سيلكت عليه بيدي ان انا اقدر اعمل اضافه بالشكل دوت تمام، بحيث لو انا عايز اضيف حاجه تانية معايا تمام. وهتلاقي هنا انواع كتيرة مختلفه، في حاجات خاصه بالضغط الدائري، وحاجات خاصه بالضغط الريكتانجل، وحاجات خاصه بالانشائي وهكذا.